بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الدكتوراه المهنية على المستوى الرابع تخصص إدارة الأعمال في مقرر إدارة المعرفة والابتكار، هناخد النهاردة المحاضرة الخامسة عن طبيعة الابتكار، وهنقسم على الفصل الرابع طبيعة الابتكار ونقسمه لمحاضرتين الخامسة والسادسة إن شاء الله. النهاردة هناخد المحاضرة الخامسة عن طبيعة الابتكار. هنتكلم عن مقدمة مفهوم الابتكار، أنواع الابتكار، الابتكار والمفاهيم ذات الصلة، السلوك الابتكار. مقدمة، طبعا الابتكار مهم جدا لأي منظمة لأنه وسيلة لتغيير المنظمة دي إلى الأفضل، ويعتبر رد فعل للمتغيرات البيئية المتطورة باستمرار، فيجب على أي منظمة أن تساير هذا التطور وهذا التغير بأفكار جديدة، ويعتبر الابتكار من الأنشطة الرئيسية اللي يجب على المنظمة أن تأخذها في اعتبارها لكي تكون رائدة في السوق. مفهوم الابتكار، عندي أكثر من مفهوم الابتكار، يكفينا مفهوم واحد، الأسلوب الذي يتضمن تنفيذ تقنيات الإدارة المتقدمة زي برامج ضمان الجودة، المعايير الدولية، منظمة الأيزو 9000 وهكذا. برضه تعريف تاني إن هو التنفيذ الناجح للأفكار الإبداعية داخل المنظمة. تعريف ثالث إن الابتكار هو قدرة المنظمة على تنفيذ الأفكار الجديدة والممارسات، حيث تبن الأفكار العملية تشمل توليد وتنمية وتنفيذ أفكار أو سلوكيات جديدة، أو هو تطوير أو تبني أفكار أو سلوكيات في بيئة الأعمال أو تعتبر جديدة بالنسبة للمنظمة. وهو بالنسبة على مستوى المنظمة هو الأفكار الإبداعية اللي بتتم داخل المنظمة وتؤدي للتطوير والابتكار في هذه المنظمة. بعد كده عندنا الابتكار، وهو الاستخدام الفعلي للتغيير الغير بديهي وتحسين في العملية والمنتج. بيحدث الابتكار في ثلاث مجالات: في المنتجات، في العمليات، في المنظمات. أنواع الابتكار يقسم إلى ثلاث أنواع: ابتكار الإداري التقني، ابتكار المنتج والعملية، الابتكار الجذري والتدريج. ناخد الابتكار الإداري. الابتكار الإداري له صلة بالأساليب الإدارية، الهيكل التنظيمي، العمليات النظم الإدارية، الموارد البشرية، كل ما يتعلق بالأعمال الإدارية داخل المنظمة فهو ابتكار إداري. ابتكار إداري يعني أنا أبتكر أساليب وأنماط إدارية وقيادية وتنظيمية ورقابية وتوجيهية داخل المنظمة تؤدي إلى تحسين العمليات داخل المنظمة. الأمثلة على ذلك التخطيط، توصف التخطيط، يعني يعتبر التخطيط الاستراتيجي كان من ضمن الابتكارات الإدارية. عمليات التحسين المستمر، الإنتاج اللحظي، جماعات الرقابة على الجودة، كل دي من الابتكارات الجديدة في، والإدارة بالأهداف في وقتها كانت تعتبر من الابتكارات الإدارية. عند الابتكار التقني، التقني يعني خاص بالمنتجات والخدمات، يعني خاص بعملية الإنتاج، إن أنا أعمل منتجات جديدة، خدمات جديدة، أطور في أشكال وأنواع المنتجات، أطور في التركيبة بتاعت المنتجات نفسها بحيث إن أنا أخفض من تكاليف المواد الخام أو أستخدم مواد خام متوفرة. كل دي حاجات تقنية وتكنولوجية تؤدي إلى تقديم منتج جديد يعمل على إشباع رغبات جديدة أو حل مشاكل جديدة لدى العملاء. ابتكار المنتج، طبعا المنتج نفسه بعمل فيه ابتكاره، يعني يا ابتكر منتج جديد خالص من الاول من الف يا ياء، او ان انا عندي منتج بس اعمل فيه عملية تحسين وتطوير، اضيف له مزايا جديدة، اضيف له خدمات جديدة، وسائل لطريقة الاستفادة منه جديدة، اطول من عمره الزمني. كل دي حاجات ابتكارات خاصة بالمنتج وبتساعد المنظمة ان هي تكون في وضع تنافسي جيد امام الشركات المنافسة. عندي ابتكار العملية. ابتكار العملية اللي هي العمليات الانتاجية مثلا بالدرجة الاولى، يعني عمليات تحويل المواد الخام الى منتجات، ابتكر في هذه العمليات. ممكن اخفض بعض العمليات الانتاج، ممكن احسن في عمليات الانتاج، ممكن استخدم تكنولوجيا جديد خالص يزود لي من المنتج، ينتج لاكثر كمية من المنتجات في أقل وقت زمني. كل ده بيسموه ابتكار للعملية.
عندي كمان الابتكار الجذري. الابتكار الجذري يعني يحدث تغيرات جذرية، تغيرات رئيسية في داخل المنظمة وجوهرية، سواء كان في التكنولوجيا، في العمليات، في المنتجات، في الخدمات. زي ما نزل منتج جديد خالص، ده يعتبر ابتكار جذري. أصمم آلة جديدة خالص، أجيب آلات جديدة وأتخلص من الآلات القديمة اللي عندي، وأبدأ عمليات إنتاجية جديدة خالص من جديد. ابتكار يعني أساسي وجذري. أما الابتكار التدريجي هو إن أنا أعمل ابتكار أو تحسينات أو تطويرات متدرجة، متدرجة في البيئة التحتية، متدرجة في العمليات، متدرجة في المنتجات، يعني واحدة واحدة كده لغاية ما أوصل إلى الابتكار النهائي. وكده ننتهي من هذه المحاضرة عند هذا الحد، ونلقاكم في محاضرة قادمة. لكم منا كل التحية وكل الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.